دكتور طلعت، يعني كان عايزين نعرف يعني دور الجمعيات الأهلية ووجودها في يعني مائدة الحوار الوطني، أهم الأشياء اللي كانت حريصة أو تحرص فيها الجمعيات الأهلية على التواجد والحوار فيها، تفضل. وطبعا احنا عندنا في المحور السياسي عدد من القضايا، ويمكن انا كنت اول من طلبت ان ينضم الموضوع الخاص بتنظيم العمل الاهلي والمجمعيات والمؤسسات الاهليه والتعاونيات والنقابات، يمكن دول في بدايه واحنا بنجهز موضوع جدول الاعمال والموضوعات المطروحه على مائده الحوارات، يمكن ده ما كانش موجود، ويمكن انا طلبته. طبعا ده كان طلبي يعني قوبل باسترحاب شديد من مجلس امناء الحوار الوطني نظرا لاهميه المجتمع المدني ودوره غايه في الاهميه. فاحنا بنتكلم مثلا على الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي عددها يعني زاد عن 40,000 جمعيه ومؤسسه اهليه موجوده في كل رجوع مصر. وحضرتك قلت نوهت سريعا على ان مثلا في الرئيس اعلن 2022 عام منظمات المجتمع المدني، مظبوط، صدرت ده. وطبعا ده حدث كبير اللي هو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي هو يعني تم تشكيله، وبروتوكول تعاون وميثاق بين 24 جمعيه ومؤسسه اهليه والاتحاد العام. ويمكن جمله ما تم انفاقه على المواطنين الاكثر احتياجا في صور مختلفه ما يوازي في 10 شهور 14 مليار جنيه، سواء مساعدات نقديه او عينيه او خدمات صحيه او مواد غذائيه او غيرها يعني. فاحنا طبعا كعمل اهلي عندنا قانون بينظم عملنا 179 في 2019. احنا طبعا بنشارك مشاركه كبيره جدا في خطه الدوله، خطه التنميه الاقتصاديه والتنميه الدوله، واكفي ان اقول رقم بسيط جدا ان احنا بنساهم كمجتمع اهلي في اكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين، يعني كل 100 مواطن في مصر بيتعالج منهم 30 في جمعيات اهليه، سواء في مستشفيات اهليه او مراكز طبيه اهليه او عيادات اهليه، وده رقم ليس بقليل. طبعا فضلا عن ذلك في كل مناحي الحياه، في التعليم، في تنميه المجتمع، في حقوق الانسان، في ذوي الاعاقه، في التلوث، البيئه، حفاظ على البيئه. يعني خلينا نقول بانه جمعيات الاهليه بتشارك في كل المحاور. طبعا طبعا يعني هي موجوده على مائده الحوار الوطني بمشاركه في جميع المحاور اللي موجوده في الحوار الوطني. بالظبط كده، وان شاء الله لنا طبعا اراء كبيره جدا، وهنقدم تعديلات اشرعيه عشان نقوي الجمعيات الاهليه. احنا عندنا شويه مشاكل برضه في قانون 140 سنه 2019، يمكن ملخصها ان احنا يعني بنتعامل في موضوع الكهرباء والميه والغاز معامل السكريات المنزلي، بينما مراكز الشباب والانديه بتتعامل بتخفيض 25%. احنا عندنا يعني عياداتنا ومستشفياتنا بتعاني كثيرا من ارتفاع فواتير الكهرباء وغيرها، واحنا طبعا كائنات غير هادفه للربح. احنا بنساعد الدوله، احنا كائنات فده كده اول طلباتكم في الحوار طبعًا الوطني. طبعا ايضا برضو الطريق ضرائب، احنا بنتعامل في بعض الامور كاننا قطاع خاص زي الضريبه على الدخل والضريبه والقيمه المضافه، احنا كيانات غير هادفه للربح، ما يصحش تحمل عليها ضرائب زي القطاع الخاص. تمام. لان انا ما بكسبش، انا كل مكسبي بديه للناس، كل خدماتي بديها للناس. يعني امور كثيره برضو بالنسبه للنقابات يتم مناقشتها، وعلشان تقدر كمان حضرتك تقدم خدمه اكثر واكثر وتوسع يعني. وتوسع، انا عايز اتوسع، لان يعني الدوله زي ما قلت حضرتك كلمه جميله جدا، الدوله او الحكومه مش بابا وماما. لا، الحكومه خلاص بتشيل شيله كبيره، واحنا كمجتمع اهلي وقطاع خاص لابد نتعاون مع الحكومه في حل كثير من المشاكل الكبيره والاعباء. واعتقد كمان انه مش بس الحكومه، الشعب كمان لما بيعرف الجمعيات الأهلية دورها الكبير دلوقتي اللي تغير وبقى واضح جدا، بيبقى هو كمان بيتأمل منها خدمات أكتر. بشكرك جدا دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة الحوار الوطني.